نمشي معاك ونتمثل اليوم أعوان وزارة الخارجية. أصدرت بيان مؤخرا سي حم، والبيان هذا فيه برشا نقاط يمكن شوية أخرى نشوفوه على الإكران متاعنا. في البيان هذا أهم حاجة جات فيها أنكم أنتم تعلنوا اللي فما إضراب نهار 8 نوفمبر. لهالدرجة هذه يعني داخل وزارة الشؤون الخارجية وزارة الخارجية فما مشاكل؟ يعني من اللي جاء الوزير الحالي وإحنا نسمع يعني في مشاكل داخل القطاع داخل السلك الدبلوماسي، علاش فما شنو اللي صاير؟ للأسف كلمة كنت قلت أنا في نسمع عندها عامين تقريبا هو أنه وزارة التفاوض عاجزة على التفاوض، والأمر هذا للأسف مازال متواصل. واللي يؤسف أكثر هو أنه تواصل مع وزير من الوزارة. اللي خلى الشيء هذا يتواصل هو أنه سألتنا سابقا حول هل فشل الوزير أم لم يفشل، حسما نقول الآن أنه فشل مش لأنه عجز على الأداء، وإنما فشل لأنه زهد في الأداء ورفض أن يتحمل مسؤولياته وقبل أن تجزأ يعني المسؤوليات المتعلقة بالوزارة بين الرئاسة ورئاسة الحكومة والمستشار. يعني بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، مش رئاسة الجمهورية يعني في الخيارات السياسية هذا أمر عادي، اما في التسيير تاع الوزاره نفسها الجزء ادق الجزئيات بقيت متقاسمه بين مسؤولين غرباء على القطاع، يعني ما يعرفوش قبل السلك كيفاش يلزم هي يتنظم، والمستشار خاصه سهيل الشابي اللي بقى من مستشاري الوزير السابق الى حد الان مباشر في الوزاره ويشرف على كل شيء. وزيرنا للاسف عجزا أو زهدا في الصلاحيات سلم التسيير إلى من ليس له لا الاختصاص ولا الخبرة ولا الكفاءة لإدارتها، واختار أن يخدم الأجندة نتاع الأجندة الحزبية الترويكية لضرب العمل النقابي في وزارة الشؤون الخارجية، وتنكر للاتفاقات، تنكر لكل ما تم الاتفاق يعني حوله، وهذا اللي وصلنا إلى أنه وقع التعيينات خارج المعايير. وأهم حاجة نلومها عليه هو أنه جاء ليحيد جاء في إطار تحييد الوزارة وجاء في إطار إثبات مهنية الوزارة وتنازل على تسميات يعني في سفارات مهمة ياسر لتسميات سياسية حزبية محاصصية، وكما كتبنا في البيان بتاعنا اللي كل واحد ينجم يفهم اللي هي مرتبطة ارتباطا كبير ياسر بالمرحلة الجاية المفصلية في الانتقال الديمقراطي اللي هي المقاطعات الانتخابية ولا الدوائر الانتخابية في الخارج. المواضيع الأخرى اللي حكينا فيها سابقا في البلاتو هذا ظهر لي فايدة نبقى نرجعوا لها، لم يتغير شيء، فدار اللقمان على حالها، الملفات التأديبية، وضعية الزملاء، الإدارات اللي ما فيهاش شكون يشرف عليها.